تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم عبر جولة جديدة من واحدة من المحلات القديمة جدا في ديمة التعايشة. زي ما انتم سامعين صوت الطاحونة الموجودة، طاحونة ابو راس معروفة لكثير من الناس اللي موجودين في الديوم الشرقية والديوم الغربية حتى كمان. حندخل طاحونة ابو راس، الناس الكبار اللي هسي بيتابعونا بيعرفوا تاريخها من الستينات. حنشوف كمان برضو شكلها مع مرور الزمن ويقبل الناس كمان برضو على يعني يطحنوا الدقيق يعني، ونشوف كمان زمان هن كان بيشتغلوا بالفنادق يعني الفنادق الكبيرة يعني. دي مرحلة من مراحل كان مر بيها طحين الدقيق. اليوم من داخل الطاحونة، ودائما نحن خلال جولتنا بنأكد على الأشياء القديمة وبنعرضها للناس ويشوفوها كمان حتى الأجيال اللي ما شافت الطواحين في شكلها القديم. المحل الوحيد اللي حافظ على مكانه وزاد كمان عليه معرض هنمر عليه ونشوفه كمان من خلال جولتنا اليوم. هندخل نشوف شكل الطاحونة من الداخل عامل كيف. السلام عليكم عمرة، كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. عمرة تمام، كيف حالك يا؟ الحمد لله تمام والله، يعطيك العافية. شكلك قديم كيف الطاحونة؟ لا قديم كم؟ كثير يا تعرف العشرة كويس؟ بعرف انا مع الخواجة ما اقل من 32 سنة. خواجة ده في طاحونة مقار في العشرة، طاحونة الوحيدة المشهورة في البلد دي كانت. هاي الله. انا عمري سنتكم؟ ما اعرف والله يا ولدي. النصيحة خمسينات كده ما اكتر، اربعينات الانجليزي يا الله. ها زمن بعيد، تاريخ بعيد. طيب جيتوا هنا بتين طاحونة ابراز؟ طاحونة ابراز جيت قريب بعد ترحيل العشش. بعد ترحيل العشش دي قريب. بعد ترحيل العشش. بعد ترحيل العشش. المحل برضو هنا قديم. المحل هنا قديم. قديم. طاحونة ابو راس. سموه ليه ابو راس؟ سيده كده. سيده ابو راس. هاي. ما صاحب البيت يعني؟ صاحب البيت ذاته. اسمه حسن هو. حسن. هاي. رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طيب شكلها كان كيف زمان؟ انت قلت في طواحين قديمة يعني. طواحين قديمة كان. تطحنوا بشنو؟ حجارة كبيرة. حجارة كبيرة ما زي دي، أقل من دي كثير. هاي. حجرين كبار كده. حجر كبير واحد. كان قشارات ما في. أهو شايف الصورة دي؟ نشوفها. 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 تعال معنا نشوفها. دي شكل الطواحين. قشارة. قشارة زمان كده. أيوة. طيب. ثاني الحجرين الكبار اللي قلتهم وينهم؟ ما في خلاص. في 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 المكنة دي؟ لا لا. لا حجر براو، الحجارة القديمة ما في نهاية. ما في. ما في في الزمن ده ما في. لا لا. ولا عندي مصنع ذاته. الله. مين ما بدأ زمان لما جيت بعد نقل العشش؟ شكلها كان عامل كيف الطاحونة؟ نفسي كده. في المحل ده بس هنا كده ولا؟ أيوة. كده بس. تمام. في قشارات؟ في قشارات. طيب نشوف القشارات. دي شكل القشارة. دي قشارة بتكسر العيش. أيوة. عرفنا على الراجل ده. عصام علي مكي. نعم. طيب. عصام كيف حالك؟ مرحبا بك والله. الله يكرمك يا مرحبا يا غناء. طيب. صحتك. ان شاء الله تمام. عافية مرحبا والله الحمد لله. عمرنا ده قال التاريخ قديم. التاريخ ده قديم شديد. 1920. بدري شديد. من حياة الوالد كان ماسك هنا في طاحونة. بعدين دي كان السير طويل ما كانت كذا. حجر كان كبير سيرة طويل. قمنا عدلناها لبقت دينامو سير صغير يعني. كان طاحونة واحدة. العيش كان زمان بالفندق هناك. كان الفندق الكبير حجات بالفندق بيدقوه هناك بالفندق. من الفندق تاني بعد ما يدق لنا الحجات يبلوه يدقوه، بعد ذاك تاني ينشفوه، من بعد ذاك يجي للطاحونه. تاني جات القشارات. القشارات دي هنا بعديها جات القشاره نفس الشغله دي، بقى يتقشر زي الشغله دي هنا. بس ده شعير، دي هنا شعير مكشور، بعد ذاك بيخش الطاحونه دقق. نعم. بيجيكم عيش جاهز مثلا؟ بقول لك يا اخي اشتغلوا لنا جدا عيش جاهز طوال نشتغلوا له، زي ما شايف هسه الزبون ده عنده عيش نشتغلوا له طوال الشيء اليوم. عاوش كم بتشتغلوا؟
والله ربع ب 10 جنيه يعني اطحنوا 10 جنيه ما عصر على نفسكم شديدة ما معليش نمشي حال الناس نعمل شنو حاجة صعبة طيب الربع جاهز لو عايز جاهز شايف في عندكم معروض كمان لا قمح جاهز ربع ب 200 ب 200 الربع ها الكيس الاصفر ده الكيس الاصفر ده ربع ربع عايز ايوه شايفه هنا مقشر جاهز للطحين في ناس بيشتروا منكم عيش؟ لا بتبيعوا العيش ده؟ بيشتروا العيش ذاته بنبيعه ايوه يومين كان موسم الزريعه ورمضان وكلام زي ده بيشيلوا العيش للزريعه نعم كمان الطحونه بقى فيها معرض كمان انتم ما شاء الله طورتوا ما كان هنا ناس بتجي الزباين خاشيه هنا حته بقت مزعجه وغبار هم فصلنا المعرض بهناك ايوه نشوف المعرض نطلع نخش بجوه ولا برا؟ رح رح نشوفه زي. نشوف المعرض وما شاء الله الطاحونه زي ما قلنا تاريخ ايوه يجوا خاشي الزباين من جوا في الطواحين شغاله قمنا فصلنا المعرض بهناك ده هنا كان محل المعرض فصلنا المعرض يا غالي تمام ما شاء الله عندك ناس اساسيه القمح فصلنا لهم الطاحونه دي الطواحين دي هنا جاي خاصه لناس اساسيه القمح بيشتغل زره بس لانه بياكلوا زره رز زره شاميه طابه دخن دي هنا شغاله ديك القمح بيغادي طواحينه ايوه فصلنا ثاني هنا المعرض ده المعرض ما شاء الله المعرض مقصود هنا اللي جاي بعدين الحاجه دي زبونه قديمه شديد معانا الله يديها العافيه بتعرف عليها طبعا يتعرف عليها زبونه قديمه شديد الحمد لله تمام كل صحه لك سلم يبارك فيك كيف يا خاله ان شاء الله ان شاء الله تمام تمام الحمد لله تشتري من زمان هنا الدكان ده انا اللي اسسته يا سلام يا سلام ساكنه الدم هنا؟ ساكنه الحله تيجي من الحله؟ هاي تيجي من الحله الجديده احنا زعار زاد الدين ولا زي ما؟ لا لا سمحه بيجاملك ولا؟ بيجاملين كسر مع اولادي اولادي والله الحمد لله ان شاء الله ربنا يوفقكم الله يسلم ان شاء الله ما شاء الله الزباين برضو من الناس الحمد لله من الناس القدام لا لا قدام شديد الحاجه دي قديمه زي ما قالت لك اسست المحل يعني قديمه طبعا. شديد ده هنا طبعا المعرض كويس هنا دقيق القمح ده ايوه جاي ده دقيق بتاع الكسره هنا هنا دقيق العصيده والابريل بيضة بتاعت رمضان بالمواسم لكن ولا الناس بيجوا يشتروا بيجوا طوال يشتروا بيجوا يشتروا طوال يعني ايوه الناس بيجوا طوال يعني الناس رجعت للكسره دي اهم حاجه بقت نعم هاي. والله شكل جميل يا اخي بعدين يعني انت حريص انه تواكب كمان برضه في الصمغ العربي كمان برضه الناس اللي بيحبوا الحاجات البلديه برضه موجوده يعني. فيها موجوده هنا عندك كله التبلدي والكركديه والدوم كلها حاجات بلديه فيها يعني تمام ردت قمح هنا كركديه ايوه الله يديك العافيه وموفقين ان شاء الله الله يديك العافيه دي جوله سريعه مرحبا لكن ان شاء الله كمان تحياتنا كمان برضه لياسر وتحياتنا كمان لاخو سفيان طبعا هي المحل ده من الوالد جاب عدو سفيان طوالي اللي هو هسه لحد الان موجود هو اللي اسس المحل وشغل المحل الحمد لله يعني من سفيان انا جيت معه هنا طبعا الحمد لله عصامنا موفقين ان شاء الله الله يديك العافيه يعطيك العافيه كثر خيرك كثر خيرك الله يجزيك خير بارك الله دي كانت جولتنا اليوم من داخل طاحونه ابو راس في ديمه التعايشه حتى جولة قادمة.